هاي شباب، مساء الخير والعافية لكل مشاهدين قناة زاكروس. موضوع استطلاعنا اليوم للشباب، شنو وجهة نظرك في ممارسة الفتيات للرياضة وهل تشجعنا على ذلك؟ خلينا نشوف آراء الناس، خليكم ويانا. نشجع على ذلك طبعا، وهسه الحال أفضل من قبل. أشوف بمناطقنا وإحنا خاصة مناطق شعبية تنفتح مراكز صارت، وهذا الشيء ايجابي صراحه، يعني من حقها هي تعيش حالها حال الرجال. هو صح يعني اختيار كلش حلو، بس اغلبيه شبابنا يعني شلون تقولين همجيه، يعني فما يصير يعني مختلط. فانا انصح يعني الجميع، يعني جميع البنات والشباب، لان اكو شباب يعني مع احترامات الزينين وبعض المو زينين. يعني هي البنيه تقدر تاخذ راحتها بال ممارسة الرياضة، فما يخلوها. فأنا هاي وجهة نظري الجميع بعد ما أعرف. والله هي رياضة يعني بصورة عامة رياضة حلوة وتعطي لياقة للجسم وتعزز من مناعة الشخص وتعزز من لياقته، وبصورة عامة يعني حتى مرات يعني الشخص عنده مثل يعني بكل شيء رخاوة بالأعصاب أو التعب أو شيء، فالشخص يحاول يحسن من نفسه بهاي الرياضة. والرياضة بصورة عامة يعني إذا كان للبنات وإذا كان للولد، يعني ما تخصص بس للولد فقط، كذلك للبنات إذا ساحة ميدان إذا كان تقارب جميع أنواعها مو بس كمال أجسام. جميع الرياضة هي شيء حلو ونقي الجسم. شيء كذا شجحن على هيك شيء، لأن هي هاي نفس الشباب ما يتمرن الرياضة من حق النساء إنه يتمرن الرياضة. يعني انت تشجع الفتيات اللي عندهم طموح بمجال الرياضه انه يحققون طموحهم؟ شيء اكيد هذا، يعني انه حقا انه يمارسون الرياضه، يعني هي اصلا هوايه لكل الافراد العام المجتمع. هي رياضه للكل طبعا ومو بس للفتيات، وعادي اذا فتاه مارست الرياضه شيء حلو كالجسم، وللرياضه بشكل عام كلش هي حلوه اصلا وصحيه، وشون مثل ما نوصف لكم اياها ممتعه للشخص ويغير بيه روتينه ويوم اللي يسوي حلو.